تراس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود الوطنية المشتركة لتنفيذ خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للطفولة، حيث أشاد سعادة وزير التنمية الاجتماعية بجهود اللجنة للارتقاء بواقع الطفولة عبر العمل على تنميتها بمختلف مراحلها العمرية، تربويا ونفسيا وثقافيا، كما تمت الإشارة إلى فوز جمعية المستقبل الشبابية للعام الثاني على التوالي بجائزة المؤسسات الصديقة للطفولة في المنطقة العربية للعام 2023، تقديرا لدورها في أفضل المبادرات لحماية الأطفال من التأثيرات المناخية. وتناول الاجتماع كذلك اخر المستجدات المتعلقه بقانون العداله الاصلاحيه للاطفال وحمايتهم من سوء المعامله والذي يهدف الى تعزيز صون حقوق الاطفال